من جديد محمد، الحمد لله على السلامة. انتصار كبير، الهلال محتاج الفوز ومواصلة انتصارات، النتيجة أسبابها. وشي بسم الله الرحمن الرحيم. طمنا عنك في البداية. خليني أبارك للجمهور الصراحة اللي ما قصروا اليوم، اللي حاضر الملعب اللي خلف الشاشة. الحمد لله أمور طيبة، إن شاء الله راجعين مثل ما شفت اليوم 30 دقيقة، إن شاء الله نقدم مع الفريق اللي صراحة يعني قدموا أداء اليوم وما قصروا، ويعني أرضوا، وأتوقع خاصة الشوط الأول كان مستوى جدا جميل. الشوط الثاني حصلت بعض الأخطاء قدر الأهلي يسجل منها، إن شاء الله نتلافى هذه الأخطاء في المباراة الجاية. محمد، ممكن لما تتقدم بثلاثة يخف الرتم شوي؟ لا بالعكس، يعني كنا نطمح أن نكمل عن انتصاراتنا ونظهر مستوى مأمون منه. يمكن اليوم مدرب حب يعطي بعض اللعيبة بعض الدقائق، في لعيبة راجع من إصابة اللي هو أنا، وبعض اللعيبة يبي يعطيهم صراحة ما كانت لهم فرصة مشاركة كثيرة، والحمد لله في الأول والأخير الانتصار. نازل تنزل المباراة وما تفكر في الاتحاد نتيجته إيش ما تصير، أنا أبغى ألعب مباراتي وأحقق الفوز. أكيد، يعني أنت في الهلال لازم مطالب بكل مباراة لازم تفوز، إن شاء الله خطوة بخطوة قادرين إن شاء الله نظفر باللقب. بعيد عنها، طمنا عنك، عندنا مباراة مهمة قدام الصين سواء أنت وسعود، لكن طمنا عنك. مثل ما قلت، يعني إن شاء الله اللي يكون جاهز يقدم مأمول منه، وإن شاء الله نسعد الجمهور السعودي بتأهل بإذن الله. يا رب تأهل. شكرا لك محمد. شكرا لك يا أبوي.